هلو حبايبنا، ورجعنا لكم بفيديو جديد. بما ان حبيتوا الجوله بكاسكو اخر مره سويناها انا وعد، اليوم انا والاولاد توهم جايين من المدرسه. سي هاي ايان. هاي. اوكي، وهنا عندنا يزن قاعد يرتب ارسلاني شنو بالكرسي مالته. راح نروح معاكم احنا وياكم لارخص المحلات الموجوده بامريكا. شنو هي اللي هي دولار تري، يعني تبيع كل شيء بدولار، وسمعناها صراحة يغيرونها وحتصير 3 دولارات. في 5 بيلو اللي يكون تحت الخمس دولارات، وفي مارشل مو رخيص لا، بس اسعاره ممتازه، يعني يجيب براندات حلوه. فراح ناخذكم جوله حق هاي الاماكن اليوم، ويلا تعالوا ويانا. سو هاي يجون على صفة واحدة، هذا الفايف بيلو، هناك الدولار تري إذا شايفينه، وهنا حبيبي المفضل مارشل. فالأولاد هسه يردون يروحون الفايف بيلو. خلينا after مارشل ساكن. طبعا اليوم هو اليوم الأول اللي هسه صار بي برودة شوية، بعدنا بالخريف بس برودة، اللي هو تاريخ اليوم 15/10. وما أعرف هذا الفيديو متى راح ينزل لكم تشوفونه. طبعا هذا محل ألتا، اجيت له مرة أنا وزنوبة صديقتي بميك اب وشغلات، شلون محل باريس جاليري عندنا وسيفورا بالإمارات، هذا هو شكله. المهم هسه راح ندخل لفايف بيلو، يلا نفتح الباب. الشغلات اللي تكون عنده من دولار إلى 5 دولارات، منزلين شغلات للهالوين. وهذا القميص الشهير بكل مكان موجود، ولازم الواحد يكون عنده هذا. هذا القميص هم بعد كلش حلو بخمس دولارات اعتقد، يس خمس دولارات هنا أنا فوق للخريف. سو ايان يزون ايش قاعد تسوي؟ جيب لي ماما السله، يلا خلينا نشوف اذا نريد نشتري شغلات. اوكي هنا عندهم شغلات للبنات. سوري. اوكي هنا أنا بعد بجايم عندهم وقطع هاي حلوة مثل الشال بخمس دولارات. هنا عندهم الماسكات، واو شوفوا هنا الباروكات إذا تردونها بخمس دولارات رخيصة حق الهالوين. هاي شغلات كلش حلوة والله جايبينها. شكلنا راح نسوي عنوان هذا الفيديو مال هالوين، لأن كل شغلات هالوين. فأنا أوريكم هنا، شوفوا هذا خمس دولارات بس. شوفوا هذا الأحذية كلش حلوة، هاي واو رهيبة الصراحة حلوة خمس دولارات. هاي جنط صغيرة تاخذونها إذا عندكم بيبي تحطون غراض طلعة صغيرة، هم كلش روعة. شوفوا هنا تجي الشالات. أوكي أوبس هنرجعها. أوكي هنا عندنا طاقيات الشتاء، والله حلوات الصراحة بخمس دولارات، يعني واو. شوفوا يعني ثانك يو أرسلاني. شوف هاي الجنط هنا كلش حلوة، يلا ليتس جو. شوفوا هنا خلنا اوريكم هنا حق الاولاد او الاطفال يعني بشكل عام كلش حلو. هاي انا عندي من عندهم اشتريتهم من كاسكو للبيت سليبر سوكس، واو حلو. اوه بيبي يودا المفضل عند ارسلان. اوكي يلا اخذ لك وحده. ويد يو تيك ات؟ تيك ات يو وانت تيك ات. الله شوفوا هاي حق البنات اذا تردون، عندكم بنات اعتقد تتركب بالظهر اي ثينك يس، يلبسونها البنات كلش حلوه، انها شيز انجل الملاك او الايفل. كلش حلوين الصراحه، حبيته هوايه. تعرفون شنو حق البنات؟ يعني مثلا هاي تنوره تلبسونها تيشيرت ابيض مع هاي، ها صارت ستايل كلش حلو للهالوين. الدفاتر كلش حلوات، تبلش اسعارهم من 3 دولارات اند اب وفوق. يلا ليتس جو مامي. انتو هنا شورتات، هنا اكسسوارز مثل ما انتو شايفين، ولا طقي هاي اطواق حلوه عندهم ب 3 دولارات الواحد. خلنا اوريكم والله كثير حلوات، نايس سو كيوت، نفس الموجودين بشي ام صح. شوفوا وي صدق والله تذكرت انا اريد شباصات هيك صغار حلوات. يلا خلينا ناخذ هاي، يس اريدن هاي راح ناخذها. بعد خلينا نشوف اذا اكو شيء ذات سيت عندي من هاي هوايه.
استانس عليها ارسنال. يا سلام. اوكي هنا عندهم ميك اب بعد، اذا تردون تشوفون شي شغلات رخيصة وحلوة. هاي هنا بعد. طبعا هنا تيشيرتاتهم كلش حلوة عندهم. هاي التيشيرتات الرسومات اللي هنا موجودة او الكلمات او الشغلات الموجودة فوق كلهم مسوينهم تحت تيشيرتات، فتاخذون من عندهم. طبعا هنا اكو كتب اللي يحب يقرأ، هنا كتب هما $5 واقل، سو كلش حلو. شوفوا هنا هذه شنو، هاي ترينر جايد عبالي هي، لا اوكي هنا الالعاب. ارسلان جاي باوع. اوكي هاي طيارة. طبعا الاسعار مثل ما شايفين مكتوبة هنا. خلونا نمشي نجي هنا نشوف كفرات التليفونات. واو شوف الكفرات التليفونات $5 $5.55. هاي مات الايفون 13. اوكي هو صحيح $5 بس في شغلات $8 مثل هاي السماعات. السماعات هذه وايرلس تتركب $8. عندهم ترايبود شغلات للتليفون هنا مثل ما انتم شايفينه. شوفوا هذا التليفون للتليفون ماسك التليفون والله كلش حلو الصراحه حبيت. شوفوا هاي هنا هم اوكي يفيدون الصراحه. شوفوا شنو لقيت، ليد لايت ستريب. هاي انا كنت احطنها وراء التلفزيون وتعطي اضاءة، مشتريتها من امازون. شوفوا هنا موجودة بس اكيد تختارونها على قياس الجهاز مالتكم. مثلا هذا طوله كله 39 انش فما اعرف يكفي حقيا قياس للتلفزيون. شوفوا قياساتكم. وهذا هم حلو تحطونه لايت هنا بالماي، ما اعرف يعني شو يتركب، فمن يغسلون ايدينهم الاطفال يعني يعطيهم الوان حلوة. هاي كل الالوان موجودة، فكرة كلش حلوة. اوكي هذا اكو نوع ثاني من عنده، هذا اللي يتخلى باي مكان. ساوند اكتيفيتد بعد، واو حلو $5 ولونه جرين هذا، يعني اللون هذا ما يتغير. هنا عندنا هنا اللون يتغير. سو والله شغلات حلوة في موجودة ب 5 بيلو. هذا ايضا طلبته من امازون بس شوفوا شوف موجود هنا بدولار ب 5 بيلو. هذا ينحط عزكم الله بالحمام اوكي ويتغير اللون يصير اخضر احمر اصفر. جبته على مود كنت اعلم ارسلاني على الحمام فجبته على اساس بلكت انه يستانس على الالوان ويروح الحمام بس ما فاده الصراحه. هذيله الوجوه المخدات يخبلون، اللي يردون هيجي مثل الفرو صراحه. انت على 21 ب 30 هاي تجي شوي طويله مو مربعه وب $5 بس. تخيلوا $5 يعني هاي اعرفها موجوده بامازون اقل شيء $15-$20 الوحده. شوفوا هنا شنو الشغلات الكيوت اللي شفتها لكم. ايش رايكم بهاي الحركه؟ هاي اللايتات تغيروا من غرفه النوم بشيء بسيط بس $5. على فكره او ماي جاد اشترينا هاي نفسها بوال مارت. يزن يزن تعال تتذكر من اشترينا لك من هاي وال مارت كم كان سعرها؟ هاو ماتش؟ هاو ماتش؟ ما اعرف كم 15؟ نو 9. شوف هنا 5. Oh yeah, you know why? Wow. Because this one only one style. Okay. شوفوا هنا شنو عندهم شغلات بعد. راح أترككم الفيديو بدون ما أتكلم، أنتوا باعوا. Oh my god، لا تقولوا لي هاي $3. هاي شوفوا شلون حلوة هاي. هاي من الأشياء الغالية تنباع لأنها تنحك بالإيد. شوفوا هنا أنا $3 بس. Wow. صراحة كلش روعة. تعرفون شنو هاي؟ بخور. واو اوكي هنا هذيلا كلهم اعواد بخور، تخيلوا بخور شكد حلوة. في روائح كلش حلوة. الاربعة بدولار يعني الوحدة ب 25 سنت. اذا تبون تاخذون شوف هاي كينج كيك. خلينا نشم وحدة. هاي ريحتها كيك ويزارد. هاي ريحتها شامبو عطر رجالي فيري داست. خلينا نشوفها. هاي صابون
صابون صابون. هنشوفن هاي في زيبو. ما اعرف ريحتها قوية وفي ريحة بيبسي معاها بس حلوة. هاي فانيلا بس ما حبيتها، هاي ما حبيت الريحة. هاي فانيلا بس، هاي تشيري فانيلا. هاي صح فانيلا. وهنا سويت وهنا ليلك. خل شوف. حبيت هاي اكثر شيء صراحة. تعالوا جربوها وشوفوا شنو سويت بي حبيتها. ليلك هم حلوة not that much. وهنا بعد خلاص اوريكم اياهم او اشمشمكم اياهم كلهم. هاي راح يطول الفيديو هواية. تعرفون شنو هاي؟ هاي ملابس وازياء حق اذا عندكم بزونة ولا كلب. هنا حاطينهم هم ستايلات وملابس حلوة. شوف هنا شنو لقيت، صبورات ولوحات ب$5. صراحة محتاجة وحدة هيجي تنظم لي وقتي يعني خلال الشهر اليوم شنو اسوي. بس خلينا نشوف اذا لقينا مثلها دفتر. هاي حلوة لوحة تتعلق بالغرفة او شيء عشان اعرف الصراحة شنو التزاماتي كل يوم. صراحة هي جدا مفيدة. شوف شنو لقيت هسه، شيء روعة الصراحة. شوفوا هاي سكاجول لمدة اسبوع. شنو تسوون هذا اليوم؟ حسيت هاي احلى من الشهر. الشهر لان المكعبات المربعات صغيرة فما اقدر اكتب الشغلات هواية، بس مال اسبوع حلو الجدول الصراحة. شنو رايكم؟ انا صراحة حبيت جدول الاسبوع. نشوف اذا لقينا ابيض مثلها ممكن اخذها، راح تفيدني الصراحة. شكلي انا بيزي مام راح اخذهم اثنين، واحدة للشهر وواحدة للاسبوع. ايش رايكم؟ بس ما لقيت يعني يا اثنينهم اسود او اثنينهم ابيض. تدرون شنو، بس يمكن راح اخذ هاي واشوفها اذا فادتني وكلش اوكي. حسيت ان بتنظيم الوقت اكو اشكال ثانيه مثل هاي هم حلوه. هاي ماندي اسبوع كامل، بس احنا الاسبوع مالتنا يبلش يوم الماندي، هنا كاتبينه انه ساندي. شوف شنو تغير بفايف بيلو، كانت هنا كاشيره واحنا ندفعلها، هسه لا جابوا هذا المشين وكل واحد يحاسب لنفسه. تتوقعون ليش؟ انا اقول لكم ليش، لانه هسه بخصوص هاي السنه. يس ماما لحظة ويت نو نت ناو. تعرفون ليش؟ انا هاي السنة خصوصا صاير ناس ما قاعد تشتغل، شواغر ويدورون على ناس تشتغل بالمحلات بكل مكان بامريكا. لذلك اعتقد هذا الريزن انهم جابوا هذا كله وشغلون شخص واحد احسن ما يشغلون كاشير 4 أو 6 بالمحل. طلعنا من دولار من دو فايف بيلو، هسه رايحين على دولار 3. نعم ماما. شوف شنو اشترى. خلاص بشلون الاشتراه من دولار تري، ان مو دولار تري فايف بيلو اوكي، انه ينتل بينتله. اوكي خلينا نروح هسه الدولار. هنا دخلنا، خلينا نشوف اكيد همه شغلات الهالوين منزلينها. جيبوا لنا عربانه ماما، جيب عربانه ماما. شوف العربانه خلين هاي طويله عشان ما تطلعون بها تنسون نفسكم انه طق من فوق. خلينا نشوف شنو عندهم شغلات حلوه ممكن نشتريها. هم منزلين حتى شغلات الكريسماس، يعني شغلات الكريسماس عندهم مرات تجي تخبل، يعني اللي يريد يجي يشتري من عندهم. انا اوريكم السنه اللي طافت انا شنو جبت هنا للكريسماس. ما موجوده مالت شغلات السنه اللي طافت. هاي شوف انا اشتريت هاي لها جولد. اوكي طبعا انا نسيت نفسي وما سويت لكم الجوله بدولار تري، التهيت ويا الاولاد. بس anyway هنا انا كلش احب هذه هنا الشغلات اللي تشوفونها ممكن تاخذونها للبيت، تخلون شموع، تسووا لها ديكوريشن، تسووا لها دي اي واي، كلش حلوه. هنا موجوده بدولار تري وبدولار. وهنا القطعه الكبيره ويت اوكي. وهنا هذه اللوحات الكبيره اذا تدورونها، شوفوا هذه اللوحات الكبيرة بنص دولار موجودة بدولار تري، وهم الفلين. سو هاي كلش مهمة، هاي اللي تنفتح من جهة اليمين واليسار. سوري صراحة ما اشترينا شيء من دولار تري، هسه جايين على مارشل. هاي اول ما دخلنا المحل. طبعا مارشل كل مرة من نجي هذا السكشن يكونوا مغيرين على حسب الموسم، على حسب الشغلات اللي موجودة. يعني خلينا نشوف وياكم. طبعا احذيتهم تخبل، شغلاتهم تخبل، كلهم هسه منزلين الهالوين لانه end of this month، نهاية شهر 10 هو الهالوين، تاريخ 30 أو 31. ملابس الشتاء منزلينها. اوكي احنا هسه احنا جايين على شنو؟ انا دايما احب هذاك السكشن اللي هناك شغلات البيت ومدري شنو. خلينا نشوف كمية الجاكيتات اللي جايبينها. هذيلا على $100 تقريبا، هذيلا على $80.
نحن no problem. هاي شوفوها، خلنا أوريكم جزء أكثرها من مايكل كورس براند. يعني جايبين، لازم أجي بروحي وأختار الجاكيت اللي أريده من تومي هيلفيجر بعد. so يعني هذا من رالف لورين، شفتوا يعني الماركات العالمية تكون موجودة هنا وبأسعار كلش قليلة. يعني هسه هذي $80 تقريبا. عندنا هنا يس ماما، شوف هنا هذي تقريبا $15 $16. هنا الطوال ب100. هنا غراض الكريسماس، هنا تنورة الشجرة $24 تقريبا. وهاي هنا شغلاتهم الحلوة، الشجرة اللي كنت أريدنها راحت، حاطتها ببالي على أساس راحت. هنا بمارشل أي شغلة تشوفونها من أول مرة تاخذونها، يعني لا تقولون أنا أرجع مرة ثانية لأنكم ما راح تحصلونها، تجي الشغلة تروح بسرعة خصوصا إذا كانت واحدة اثنين. واو شوف هاي الشغلات الحلوة، جاي الكرات حلوات. شنو ماما؟ أوكي يلا let's go. هذا القسم أنا وايد أحبه، أحبن يس ماما. شوف ما قاعدة أفتح الكاميرا من ورا أرسلان. أوكي ماما، وهنا أشوف الشغلات هذي له. إن شاء الله ماما، بس خلنا أصور للمتابعين ماما. شنو؟ أوكي ماما، شوف هاي شغلات الخريف شكد حلوة، شمعة شكد حلوة. I like it. You like it? Big candle this one. Yeah. Oh my god so nice. شفت عندهم هاي الصحون الكبيرة، هاي هيك مثل قنشة مالت الأكل. نعم ماما إن شاء الله. أوكي هاي المهم اشتريتها، هذا منو هذه؟ أرسلاني اللي ما يخليني أصور. المهم راح أحاول إني أصور لكم هيك بس لأنه يسولف ويصرخ. أنت حلو أنت؟ أرسلاني حلو؟ فيديو الله اون فيديو فيديو. ماما يس ماما ها ماما، شفتوا ليش ما قاعده اصور لكم هنا؟ لان ارسلاني ما قاعد يخليني اصور. بس شوفوا والله جايبين هاي الشغلات حلوات والله. واحد من اشوف اثاث الخاطر الواحد ياثث مره ثانيه بيته. اوكي حبايبنا، انا راح اقول لكم وصلنا لنهايه هذا الفلوج، احنا رايحين نحاسب. فراح اخليكم ان شاء الله استمتعتوا بهاي الجوله الحلوه الخفيفه اللي ضوجنا، الاولاد كلهم ضوجونا. لا تنسوا انكم تشتركون بالقناه وتسوون لايك وشير هذا الفيديو بين احبابكم عشان نكبر وياكم، وناطرتكم مفاجاه، ترقبوا بالفيديوهات القادمه. احبكم، باي باي.